ما زال تواصلك يجمعنا بكم مستمعينا دائما من خلال البرنامج بكل وضوح. تفضل بروفيسور، لانه معنا اذا سمحت يا بروفيسور عجاله، لانه معنا مكالمه من اسبانيا قبيله وهي كتنتظر. الو، عاد نرجع لكم. الو، السلام عليكم. ان شاء الله. الو ناديا. الو، السلام عليكم. مرحبا لاله. لاباس؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. كي داير البروفيسور ديالنا؟ لاباس عليكم. ناديا مرحبا اختي، مرحبا بك. انا دائما كنقول لك كنشكركم كاملين من الصغير من الميناج حتى المناشمات، كلشي كلشي في الاذاعه. مرحبا فيك لاله ناديا، الله يجزيكم بخير. مرحبا اختي. الى عقلتي عليا دكتور، راه كنت هضرت معك انا نهار 10 فبراير 2014. اييه. عاقلة وذكرني ولدت تويميات و اييه. دابا عندي مشكلة، ولكن راني زعما غير تنصحني. الله يجازيك بخير. مرحبا. الله يجازيك بخير. انا غادي نلخص لك وانت كرع شوية داك الشيء التيكا، ولكن انت عاوني شوية. الله يجازيك. مرحبا اختي، مرحبا. تفضل. انا من ديك الجيل اللي قلت لنا معطوب. لا اله الا الله. الفقر بلا ما نقول لك، وسمارة وخدمة والقراية، يعني ماشي شي مستوى، ولكن الحمد لله ربي سبحانه وتعالى. مهم حنا هي وتزوجت و لا لا ناديا، هادشي اللي جنيتي وجنينا من الجيل المعطوب. واش غير في التاريخ ديالك ولا دخل في الهوية ديالك؟ ما تجاوبنيش غير فكر في هاد السؤال. ما عرفتش. عقل على هاد السؤال، واش غير في التاريخ مسجل ولا أصبح مؤسس الهوية ديالك؟ عقل على هاد السؤال. تفضل كمل يا شيخ. واه المهم قلت لك تزوجت، مشيت لاوروبا الحمد لله، درت بلاصتي واخا شويه ما قريتش بزاف. المهم كنحاول، عاطيني الله. انا واحد الانسانه ماشي شي وحده اللي كنبش، يعني واخا غير صنيعه في الدار، واخا فهمتيني ماكينه في الدار، وعاطيني الله القبول، يعني ما عنديش مشكله. وقلت لك راني كنت قلت لك تعطلت في الانجاب شي 5 سنين، ودرت معاونه، عاونني في الطبيب، ودرت وليدات وبنيتات، ومن بعد جاني وليد طبيعي، وجاوني بحال توام ثلاثه. تبارك الله. وجاتني صعيبه وبوحديتي، وفهمتيني، والضغوطات، واوروبا راك عارف لك راجل خدام بوحديتك. هادي دابا وليت كنتحس بزاف، وليت ما عنديش شي حاجه، وليت كاع حياتي هاد اللي كدراري عندك هذا، مع ساكنه في 11 وربا تقريبا ما عندهمش ديك السيكيريتي في السراجم، عندك هذا يطيح، عندك هذا يمشي هنا، عندك هذا. دابا عندهم هما تقريبا اربع سنين، عامين ونص، يعني متقاربين سنتين. وليت انا كنحس براسي انا ما عايشاش، عايشه بحال اللي قلت لك المتعه، يعني ما كنحسش بالمتعه ولا بشي. نسافر سوا كنت المغرب كنفرح فاش كنت جايه، دابا وليت واخا جيت كيخصني غير نرتاح، غير نشد عليا، غير فهمتي. وكنفكر بالموت بزاف. سمح لي الله يجازيك بخير، بغيت نقول لك باش تجاوب، غير تنصحني، غير تنصحني، ولا تعطيني شي دكتور، شي نمره ديال شي دكتور يعاوني، ولا فهمتيني. ومني جيت، مني جيت لقيت واحد وحده من العائله ديالي، المهم قريبه ليا، وماتت وخلات شويه ولاد صغارين. وبقيت كنقول انا دوزت تماره وكافحت، ودابا مني زعما درت طويرتي انا، ودرت وليداتي، ودرت واقيلا غنمشي ونخليهم. تصور كنجي من اسفل الليل كنقول صافي ما غاديش نصبح نبوس ولادي، وليت كنفكر في الموت، ما كتبعليش في عيني مقبالتي، فهمتيني. كنموت في الليل كنلقى راسي كنشاهد، ديما كنلقى راسي كنشاهد، وبالي مع الموت. هذه هي المشكله اللي عندي، والموت عام وقيت فهمتيني. واخا نخرج، واخا نجلس، واخا نجي، قلت لك زعما المغرب كنفرحوا كاع العام كامل، ولكن ملي جيت ملي ما لقيتش، هذه عامين ما لقيتش، انا كنبغي لا نخرج لا ندخل لا نجتمع، لا خصني غير نرتاح ونشد عليا. ملي كنجي كيروحوني شويه وشد الدالي كنبغي نرتاح. لا ناديه، ملي كنتي كتحاولي تحملي باش تولدي، شنو هو الدافع اللي كان كيدفعك باش تولدي؟ باغية وليدات، هو كتعصبني في الحياة هنا راه. باغية وليدات لأي حاجة، لأياش؟ ترضعيهم صغيورين، تلبسيهم، تلعبي بهم، يونسوك، شنو علاش بغيتيهم؟ دابا دكتور راني قلت لك راني ماشي ما عنديش مستوى هاد القراية، يعني. لا لا لا، دابا داوي معاك بحال معاك خوك في الدار. انا خوك بارك معاك في الدار، كنشرب كاس ديال تاي، سولتك قلت لك اختي علاش ولدتي؟ علاش ولدتي؟ كنسمعها كنرتاح، هضرتك كنسمعها. علاش ولدتي؟ علاش ولدتي؟ باش يونسوك، باش تسمى عندك عائله، علاش؟ شنو هو واحد الفكره راه كتحط لينا فكره، واحد الفكره كتحط لنا في قلبنا الداخل، شنو هي هاد الفكره؟ باش ندير وليدات، باش ندير عائله، باش صافي.
وكان عندي شكل واحد حماس من الولاد، نعلمهم لغتي العربيه، نعلمهم القران، نعلمهم هذا، ها احنا وصلنا للمقصود، نعلمهم فهمتيني. دابا وصلنا للمقصود، راه كل شيء هو هنا، راه تنولدوا باش نعلموهم. ولكن تعلم الا كنتي تتزيد في العلم ديالك، والا راه بحال واحد القربه، قربه هزه يطرد الماء، تسقي منها 100 واحد، تسقي منها 200 واحد. اما لك كنتي تتخوي هذاك اللي يطرد، تمشي تعمر تجيب يطرد وتعطي. مع النوبه غتسقي كل شيء الا انت كتجدد. فدابا فين خاصك تمشي؟ فين؟ ينصحني الله يجازيك. خاصك تمشي تقرا، ماشي تقرا باش توجدي الدبلوم، ماشي باش توجدي الدبلوم. راه ماشي تمشي تقرا باش توجدي الدبلوم. دابا انا اسمح لي فاش مشيت لبيت كنقرا وكنتحرك. شنو كتقراي؟ شنو كتقراي؟ شنو كتقراي؟ كنقرا يعني ماشي يعني اللغه، يعني الله كنصور معاك. مزيان زيد. باش نصوب مع المدرسه مع الطبيب، لان قلت لك الا تما راجل خدام الام صافي راه كتولي. ها انت كتقراي اللغه حاجه اخرى. حاجة أخرى. ماشي تقراي غير قراية نظرية، قراي شي حاجة تطبيقية. شنو تطبيقية مثلا؟ يعني نمشي ندير تكوين مهني، تولي تعلمي الجردة، ولا تعلمي الطيبي، ولا دير شي حاجة يدوية. كندير، أنا قلت لك راني أنا أصلا خياطة وكندير، يعني ضروري طاري. من غير هذه زيد قرا حاجة أخرى يدوية، قرا حاجة أخرى. ولكن ما بقاش عندي الوقت، مع ثلاثة الدراري قلت ما بقاش عندي الوقت. هذه من حاجة. النقطة الثانية أن الموت كتفكري فيها وكتفيقي تشاهدي، وهذا الشيء كتعني؟ هذه هي. هذه زي قال أنا سجلتها ورا أش كتعني لالا شي واحد سواء أنت أو غيرك كيفكر في الموت؟ واخا ماما أنا جاية. أش كتعني؟ كتعني أن الله يجازيك بخير. أنا غنعاود. أش كتعني عندكم شي واحد دائما تيفكر في الموت، كيهضر على الموت، كيفكر في الموت؟ هذاك الشخص عنده واقع تغير، والواقع تيقول ليه تغير معايا، وهو تيقاوم التغيير، حيت راه ملي كتغير راه كيموت الشخص القديم. شتي الوفاة راه ماشي هي فقط دخول القبر، الوفاة هو ملي كتقبر الجهل اللي فك، ملي كتقبر الهمجية اللي فك، ملي كتقبر العنف اللي فك، ملي كتقبر هذاك الراس قاصح اللي فك، ملي كتقبر هذاك قلة الرحمة اللي فك، ملي كتبقى إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. نحر هاد الأشياء ملي كيجيك واقع جديد. دابا حنا عندنا مغرب جديد، احنا يا داخلين انتخابات جديدة، احنا داخلين سيدنا الله ينصرو الشريف عطانا دستور جديد واسع كدكدر طول العرض. شحال من واحد والمغرب اش فيه والمغرب هذاك، واحد النهار غادي يفيق غتشدو الخلع، غادي يجيبو عنده الاعصاب، غيقول لهم غيقول انا خايف من الموت، انا ما سايرش هذاك الواقع ما قدرش. قالك تجديد فعلا، هذا هو اللي تيقول لنا عليه الله سبحانه في القران، امن كان ميتا فاحييناه. راه عندكم تسحبوا الموت، راه هي الموت فقد القبر، راه الموت الافكار ملي تيتبدل الواقع وما تقدرش تواكبه. دابا هي عطاها الله وليدات، كيوصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بربيع القلب. شنو خصها دير مع ولادها؟ مشي ندي ولادتي للبارك، شوفوا اليابانيين والشينوا شنو عندهم؟ شحال من عين، شحال من عين عند الشينوا واليابان؟ عندهم ثلاثة. عندهم اللي خلق لهم الله ولا باري فوتو اللي معلق. عندهم ثلاثة عينين. ديما عنده العين ثلاثة خاشية في العينين بجوج، ديما هز، اش كيدير؟ لأنه كيحماق على الذكريات، كيحماق هو على الاستوار. كيدير تاريخ، صور 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 صور، وانت ما طلع كيشوي سردينة ما كلاتها الشينوية، تصور الشينوية 10 نوبات، ضرب ضرب ضرب. دي وليداتك صور صور، تبوهلوا مع ولادكم، تبوهلوا هذيك التبوهيلات، تمشي مع الويكاند، تتمتع معاه. هذاك الويكاند منطقة هايدلبرغ في ألمانيا داروا واحد الدراسة اجتماعية، لقاو كثر فيها ستريس بزاف، والناس غادي يمشيو لي زونتي ديبريسيون بحال لي فرونسي. الفرونسي من اقوى الشعوب اللي كيستعملوا لي زونتي ديبريسيون، تقريبا النسبه عندهم 76% طلع 80. هذا المرض ديال البال ما باغيش يشبهوا لي فرونسي في استعمالهم لي زونتي ديبريسيون. فهاد لا فيل هايدلبرغ دار واحد الدراسه، لقاو بان المواطنين بداو شويه كي 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 كيتعصبوا. اش داروا؟ بدلوا لهم مواقيت ديال العمل، وبداو تيخرجوهم بكري، وداروا لهم مساحات في عموميه فين يلعبوا الدراري. ولات العائله تخرج من الخدمه مع الثلاثه العشيه،
وخرجوا ولادهم ومشيوا وسانكرونيزاو الوقت ديال المدرسه مع الوقت الخروج الوالدين باش تهز ولدك وتديه. وهي تنقص في العام الاخر واحد النساء قداش ديال الضغط اللي كان على المواطن غير باش غير قادوا ليه الوقت ديال الخروج ديالو هو مع ولادو داروا ليه مساحات عموميه فين يلعبوا ولادو. حتى لا بغيتي تلعبي مع الدري في الدار البيضاء خاصك طلعي تال تال سيدي فني ها هاو قال لك بني وعلي زيد سيدي بني وعلي بنو تا البحر مالكم سيروا بنيو البحر وكملوا تما. فهنا هذه راه خص ثقافه جديده. علاش انا قلت لها قبيله واش القسط اللي خداته في التاريخ واللي خديناه وخداوه ناس في الجيل المعطوب واش مسجل فقط في التاريخ او اللي اصبح مؤسس في الهويه؟ شنو هي الافه ديال 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 العالم العربي؟ انه المآسي ديالو اصبحت داخله في الهويه ديالو. داخله في الهويه. اما داخله في الهويه. ان العنف يعرف به العربي. انه يسيل الدم يعرف به العربي. انه ما يطلقش من الثأر ديالو تيقتل الخصم ديالو معروف به العربي. وتتباهى به العربي. مصيبه. وحنا الا بغينا نكونوا احرار صح والله ما كنقول انا عربي الا حيت النبي صلى الله عليه وسلم عربي. والله كما كان عربي الا قلتها. والله كنحلف بالله كما كانش النبي صلى الله عليه وسلم عربي الا قلت انا عربي. ولكن حيت قالها سيد سيادي انا عربي هو من تم تنعنعن تحت منه كنقول يا سيدنا رسول الله قلت انا معك فين؟ فين عنعن بها سيدنا رسول الله؟ بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. عربي مكارم الأخلاق الكرم الحلم الأدب الرأفة الأخلاق الرقة المحنة. ثم شوف غادي يدير لها التاج فوق منها رحمة مهداة. النبي صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة رحمة مهداة كل شيء المسلم وغير مسلم رحمة مهداة. هو عربي العنعنه ديالها الخاتمه ديالها يتمم مكارم اخلاق العرب اللي كانوا باش يبينوا ان عنده الوليمه في دارو لمن المسافر لابن السبيل باش كان كيدير الاشهار بالبخور كيطلع للسطح ديال دارو وتيطلق البخور وتيتم المسافرين غادي كيشموا فينا دار فيها البخور الدار اللي فيها البخور تيعرفوا هما اللي دايرين العشاء المسافر ضيف الله عندهم هما مقدس بل محلول تدخل كيسقيو لك الحليب والتمر ويعطيوك توصل وتاكل طعيمه وتبات ويقول لك واش ضيفناك حق الضيافه تيسولوك الصباح تقول لها مسي وتيقول لي الاخر شكون صاحب البيت تيقول لي فلان وعرف في كرمه حاتم الطائي في وسط منهم كان كيحب يتباهى بالكرم ديالو حتى انه من اللي جا الاسلام خافوا ان التباهي ديالهم يكون كبر خافوا جاو سولوه يا رسول الله رحنا كنحبوا نلبسوا وكنحبوا نتعطروا وتنحبوا الخير ديالنا يبان علينا واش قال لهم ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده ادل لهم فيه قال لهم كملوا عندك انكم تحبسوا كملوا 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 انتم اهل الخير انتم اهل الكرام. فالوقيته اللي عشنا هذيك الحقبه ديال الحرب العالميه الثانيه جا الاستعمار، جا العنف، جات السيبة، جا الظلم، ديستركتوراسيون، ذبيحة الأخلاق، جات 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 دخل العنف في الهوية. أنا ملي كنقول على نفسي وعلى حبابي الجيل المعطوب ما كنلومش ما كنلومش ما كنعيب على حد، كنقول واحد طريق كنا غاديين فيها وقع في حادثة تصير. والحديد بدا يشرك في عباد الله اللي ضرب له يده اللي ضرب له عينه اللي ضرب له رجله اللي عاد تخلع اللي ما تضربش كاع وتخلع شاف الناس تشرقوا. جاو الناس طلحوا الطريق حيدوا الحديد وبقات فيك الاعاقه كل واحد شنو هاز يدو معطوبه رجلو معطوبه وجينا وصلنا ل 2015 وجرينا العطيبه ديالنا. ولكن خصنا نكونوا في قمه الذكاء ما نكونوش هذاك الشيء اللي تعرضنا ليه وهذاك الشيء اللي عاشوه والدينا كثر وجدودنا كثر وحنا معاهم ما يدخلش في الهويه لان ملي كيدخل العنف في الهويه كنوليو ما تنصالحوش كنوليو نمشيو للمحاكم نعطيو الرشوه باش شي يظلم شي كنوليو نديرو المصايب في البلاد باش شي ما يخليش يدوز. علاش؟ لان دخلنا العنف فعلا اللي جبناه من الجيل المعطوف الهوي اللي بقى عنده غير تاريخ مسجل دائما كيأثر في الوقت. فلهذا انا طرحت السؤال على معاملة ناديه
والجميع الناس اللي حوالي كنعرف المغاربة كيستمعوا، خصنا نردوا البال. جبتي تاريخ يا يا بعيد يا قريب، مرا وراجل تزوجوا، هذه واحد 15 عام ولا 20 عام، كان كيسكر، كان كيزني، كان كيضربها، يسب ليها امها، يسب ليها باها، دازت 10 سنين، تاب. تاب ولا رجل صالح. فيما يتخص معها غترجع، وضربتيني وكنتي سكران وكنتي كتزني عليا، دخل ليها العنف الهوي. أما ملي كيكون في التاريخ، يحسبهم الجاهل أغنياء من تعفف، عداك وتسحبوا الحباب، بأن راه مقصود هنا غاداك الفقير اللي ما كيطلبش الغني، وراه مقصود حتى اللي ما تيشكي غير الله. حتى يحسبهم الجاهل بأسرار الألم اللي في قلوبهم أغنياء بالسعادة، وهما قلبهم الله اللي علم به. ولكن كيعطيو حق الابتسامة للضيف، ويعطيو حق الابتسامة للطفل، ويعطيو حق الابتسامة للزوج والزوجة، ويعطيو حق الابتسامة للمجتمع، ومبشرين وكلامهم تفاؤل. ولكن في الليل تيحل الصناديق هاد قلبو تيقول له يا ربي انا مزوقفك، دخل الدورة القضية ظلامت. فاصل مستمعينا ورجعين. إذن نواصلوا باقي المكالمات، معنا زهرة من تنغير. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله زهرة. سلام الأخت سناء، كي دايرة لاباس؟ الحمد لله الله يبارك فيك. مرحبا. كي داير البروفيسور لاباس؟ مرحبا لالا، مرحبا لالا زهرة. فهمت ما عرفتش اش نقول، حيت أنا شلحال ما كنعرفش بزاف العربية. قولي اللي قدرتي عليه بالعربية، ومن اللي تبغي تدوي بشلحال دوي بشلحال. مرحبا بك. المهم انا نقول لك عندي 25 عام وعندي جوج وليدات، مزوجه هادي شي 6 سنين، واجا نقول لك عانيت مع العائله ديال راجلي، مع العنف كيضربني راجلي، كيضربني العنف اللفظي، العنف المعنوي، زعما عانيت واحد 6 سنين ديال المعاناه، ما عرفت كيفاش نوصفها لك. دابا الحمد لله واحد عام هادي زاد لي راجلي، ما بقيتش في تيم، غير مشيت واحد المدينه اخرى. دابا في هذا العيد الكبير قال لي راجلي غنمشيو للعيد باش نعيدو في تيم غير. دابا وليت كنخاف نرجع عنده، ما عرفتش كيفاش غيديروا ليا من داك المعاناه اللي عانيت من الطرف ديال الام ديال راجلي والعريسات، وواحد انا واحد الشخصيه عندي شخصيه ضعيفه، ما كنتحملش اي حاجه كيقولها بنادم، كتبقى فيا كتاثر فيا، كنبكي كيطيح ليا الطونطيو، كنتعصب على ولادي. دابا ولادي كاملين كنتعصب عليهم، كنضربهم على حساب هذاك المعاناه اللي عشت. ودابا انا هاد الشهر اللي بقى العيد الكبير كنفكر يوميا عادو غيقولوا لي ما عرفت، وكنستشرك دابا كبروفيسور باش تقول لي. لا زهرة، هاد صيغتي ديال الضعف، انا ملي كنبغي نحس بنفسي انه عندي واحد شعور انساني، لان العمال والجراه راه كيردنا بحال الصخره، كنوليو قاصحي. ملي كيبغي الانسان يحيد هذيك القصوحيه، لان يعني باش تمشي تجري وتخدم وهذا خصك تصلب قلبك، لقيت تبغي تعاود ترطبو، صيغه الضعف هي اللي كترطبو. وفين كتجلى صيغه الضعف؟ كتجلى في المريض، كتجلى في الانسان اللي غتنتهي حياته غيموت، وكتجلى ملي الانسان ما يحيدها هو نفسه. مثلا هو عنده قوه في هذه، قوي في هذه، قوي في هذه، قوي في هذه، شتي هذوك نقاط القوه يخدم بهم. ولكن لقيت اللي يبغي يرجع القلب الانساني الرقيق يشوف القوه اللي وضع الله في مخلوقات اخرى، ويشوف العظمه بالتفكر في الله سبحانه وتعالى. تما القوه النسبيه، لانها نسبيه هي، اللي كيضل الانسان عنده ما كتبقاش، فماشي كيصبح ضعيف، كيصبح لا شيء. راه فرق ما بين تحس انك ضعيف وتحس بانك لا شيء. الله سبحانه وتعالى يقول في القران، الانسان لم يكن شيئا، ما كانش انسان شيء. فانت لا قدرتي بغيتي ترجع لصيغه الضعف المطلقه، سير لهذه البلاصه
صباح العشاء. وشتي بصيغه الضعف المطلقه يعني بقيتي غادي كتحس بها كتحس بها حتى كتحس براسك صافي ما بقيت عندك قدره على حاجه ما بقيتي قادر لا تخدم دابا عاف الفكر عاد اسمع بوحدك انا صافقتي مع جوج ليل وكتدور هادشي كتقول انا صافي ضعيف هادي ما غنقدش على هادي ما غنقدش على هادي بقيتي غادي بصيغه الضعف شويه غادي نوصل لا شيء انا بقيت والو كاع ملي تصبح لا شيء كتلقى راسك في مشيئة الله باش تدخل المجال مشيئة الله واحد 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 الموضع باش تمشي ليه خاصك تكون لا شيء لقيت اللي بصيغة الضعف اللي كتدخلك ما تدخلكش هنا شي حاجة أخرى والله ما تدخلك لا يوغا ولا تحال صيغة الضعف الحقيقية كتوصلك أنك لا شيء يا سيدي ربي أنا لا شيء مشيت فيها كتلقى راسك دخلك المجال مشيئته حيت انت ديك الساعه على شيء فكتلقى راسك فين في مشيئه الله وفي مشيئه الله ثم تيبدا اصل كل شيء هو اختار ديك الساعه شي شيء تكون فيه تخرج به اختار اللي بغيتي دخلتي دخلتي لمشيئته دخلتي للمشيئه وما دخلكش شي حاجة من القوة اللي عندك يا قراية يا عرف يا فلوس يا منصيب ما دخلك حتى حاجة دخلك صيغة الضعف الحقيقية ومن دخلك لمشيئته وطلب طلب شيء أو أشياء أو كل شيء قل يا ربي بغيت نكون هاد الشيء وش غادي تسوى أنه يعاود يخرجك بشيء او اشياء جداد الى عرف انك غدا غتعاود ترجع بلا شيء المجال مشيئته تطلب شيء واشياء لا لشيء الا كتعرفوا في اشياء اللي تيعطيك لا لشيء لا لغرض الاشياء لغرض التفكر بديع السماوات والارض يا ربي اعطيتني هذا الشيء عرفتك بهذا الشيء يا ربي اعطيتني هذا العلم عرفتك بهذا الشيء يا ربي عرفتني بهذه الحقيقه يا ربي عرفتك بهذا الشيء لا لشيء الا معرفته لان العباد راه على ثلاث اصناف عند الله ها هي هو صنفون اختصه لخدمته وصنفون اختصه لعبادته وصنفون اختصه لمحبته الصنف الاول اللي اختصوا لعبادته هما دوك اللي كتلقاهم مشارط في الجامع يصيقوا الصبح يصلقوا في العشيه يطلع يودن يقرا الحزب يجيو الناس يصلي معاهم مشارط هما تبدوا في الزناقي غتلقاهم ما يطلبك ما والو النشوه ديالو هو يدخل يصيق ورا الناس يتوضاو هو يشمس الزرابي ما باغي والو صنف اختصاه لعبادته والصنف الذي اختصاه لخدمته اهل الغرور واهل الكبر تيبغيو يخدموه هو محتاجش لكم بغيتي تخدموه هو خدم الفقراء ما فين نربح الشريف راه عبقري هذيك السيده هذاك راه واعر عندك تحل محمد السادس راه رجل من الاذكياء ديال الوقت قليل اللي تيعرف الذكاء ديال الشريف مشى لخدمته في خدمه عباده تمشي تخدم الفقراء تيقول لك ما تكبرتيش يقبل المريض يتحنى على الكفيف مشي لعند الساجين مشي لعند الارمله شحال المشروع داروا في ليانديار في هاد العشر سنين ولا والله الا كنت في المناطق ديال حبابي الشلوح وتنمشي ندخل للقرى النائيه وكنلقى تعاونيه ديال اركان وكندخل تعاوني ونسول وهم درا ظروفكم كي دايره لاله والله الا سيده اللي عندك درت ما ينعم قالت لي يا سيدي نحمد الله ونشكره كان عندنا غير الجفاف وهذا الكرم دابا ولاو عندنا قالت لي التعاونيات ولا عندنا الحمد لله نقري ولادنا ولابسين وواكلين اللهم لك الحمد وما تنطلب واحد قلت لها وادعيو معاه دعيو معاه صيفو اختصاه لخدمته كيصيدهم بالعنعنه الى الضمير المستتير فكاين واحد تيقول لك انا كنقوم بها لاجل الله سير عاود راسك سير عاود راسك اجل الله هو سير قري واحد وحده خدامه ما خلاوهاش تقرا سير قري وحده خرجها بها المدرسه باغي يزوجها عندها 15 عام سير فكها سير داوي واحد ما عندوش الدواء سير عاون واحد ما عندوش باش يدير عمليه هذيك هي خدمتي اما لوجه الله انا خارج للدعوه محتاج لك
واصل فوق التصاولي محبتي. هادو هما دوك المسطين دابا اللي كثروا، كل واحد داير الزاويه وتي الحمد لله الحمد لله. هادوك صحاب راسهم اهل المحبه. لا سيدي ماشي نتوما، اهل المحبه هما اهل العلم، لان الله يعرف بالعلم. ولا ما عندكش العلم ما تعرفش تحبو كاع. لا يدخل لمحبته جاهل، اهل العلم اللي كيصقلوا الهمه العاليه للناس بالعلم، هذوك هما اهل محبته. مرحبا. اذا مستمعينا غادي نعملوا فاصل ونرجع مباشره نواصلوا باقي المكالمات. ورجعنا لكم مستمعينا دائما من خلال البرنامج بكل وضوح، مازال كنستقبلوا مكالماتكم الهاتفيه. الا سمحت بروفيسور، في موضوعنا اليوم تكلمتي على المناعه النفسيه، يعني واش يعني الا كانت عندنا واحد المناعه نفسيه ما يقدرش ياثر فينا هذا النوع ديال المقالات وهذا النوع ديال البرامج اللي عندهم هذه الخاصيه، وكيفاش ممكن نقويوها؟ المناعه النفسيه تكتسب بالمناعه الفكريه. عندنا اربعه المصادر القوه، عندنا لا فورس مونتال، القوة العقلية، لا فورس انتيليكتويل، القوة الفكرية، لا فورس بسيشيك، القوة النفسية، اي لا فورس سبيريتويل، القوة الروحية. العقل بوحده كيدبر حلول من اللي الجسم يصاب بشي خلل بوحده، ماشي انت اللي كتاخذ القرار، ما تيكون عندك تعفن في الامعاء بانه تبدا عمليه الاسهال، هو اللي كياخذ القرار، يطلق السوائل باش ينظف الامعاء اللي كتبت فيها البكتيريا، ماشي انت اللي كتاخذ القرار باش يريق فمك ملي كيحضر الطعام، هو اللي كيطلق الانزيمات في اللعاب باش تبدا عمليه الهضم فمك. فهذه القوه العقليه لا فورس مونتال، كاين وسائل باش كتقوى باش كنجعلو الجسم يوليو عنده دي رياكسيون رد افعال كنساعدوه. والعلم الحديث كيلخبط ما بين لا فورس مونتال ولا فورس انتيليكتويل، كيجعلوا من لا فورس انتيليكتويل ان فورس مونتال. نو، لا فورس مونتال بوحدها ولا فورس انتيليكتويل بوحدها. شنو هي لا فورس انتيليكتويل؟ اللي بغاها خصو يمشي يفهم المقوله ديال اينشتاين. اينشتاين عنده واحد المقوله هائله ذكيه عبقريه بحاله، تيقول فيها إلا استطعتي تفسر لطفل ديال 6 سنين واحد المسألة راك فهمتيها. بمعنى إلا عندك صعوبة تفسر واحد المسألة لطفل ديال 6 سنين راك ما فاهمهاش. سي كيفاش تخدمها؟ إلا قدرتي توصل شي مسألة علمية فسرتيها وقديتيها لطفل ديال 6 سنوات وفهمها، عارف راك متمكن منها. ولا شتي الطفل ديال 6 سنين كيتلعثم فيها ولا ما فهمهاش، راه ماشي هو ما فهمهاش، راك أنت ما فهمهاش، راك حافظها. فاحنا محتاجين اليوم القوة الفكرية. الحل واش عند المغنيات؟ الحل واش عند اللي شيرورجين استيتيك تمشي للمرة تحيد الشحمة؟ الحل هو تسجل كليب؟ الحل هو تدير شوقة وتدير ضع وتدير فيلة وخذ فيلة وزيد فيه؟ شنو هو الحل؟ لانك تسمي وصلتي. السيده اللي دوات معنا مصبانيه قالت لك درت بلاصتي. بغيت ندقق معاها، ولا دابا كتسمع وغنكمل معاها. ماشي غنكمل عليها، معاها بجنبها خوها كنقش وكنجرح. تحركي. كيفاش درت بلاصتي؟ بلاصتك دايرها لك من نهار تزاديتي، فيها سميتك ما ياخذها حد، وفيها رزقها ما يوصل ليه حد، وفيها قدرها بغيتي ولا كرهتي تاخذو. علاش تشك بان ما عندكش بلاصه؟ حيت الجاهليين جعلوا اللي ما عندوش مال في جيبو ما عندوش بلاصه، وحنا مشينا للفقر ورضينا هويتنا. الفقر هوية أهل المعرفة، هو لا كارت ديدونتيتي ديالهم ناسيونال. أنا فقير، أنتمي إلى مجتمع الفقراء. ولكن واش فقير غني ولا فقير فقير؟
الفقير من أهل التفقر في أحوال الدنيا، ومن أهل الملايير في أحوال المعرفة. ما غنتقادش أنايا مع أي واحد، هو يقدر يوقع على بطولة يمشي غدا يشد جزيرة ويوصل عطلة، أنا غنشد طريقي شتي ونشد الطريق ونوقف وتخسر ليا ونعيط للديباناج ونتكرفس وهذا. ولكن لقيت اللي هو غيبغي يفهم خصو يدور كرة أرضية على الخبراء اللي كيعرف كاملين، لربما يفهم عاشوي. وحنا ما كنعيطو حتى شي خبير، كنعيطو لسيدي ربي ونبركو معاه ونطرحوا لي الأسئلة كاملين وكيعطينا الأجوبة وزيادة. شنو كيزيدنا؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا حزن. ماشي شنو هانت تمشي من؟ وسير بني لها انت يا فيلا ودور بها السراج الحديد، وسير تجيب لها لاجون سيكيورتي وقف على الفيلا، وسير انت دير لها كاميرا، وسير تجيب لها طيارة وحضي بها دارك. الله واخا دير هادشي كله لا ما عطاكش الطمأنينة ديال النفس وما عطاكش القناعة إلا قدرتي تحط راسك وتنعس ولا تبقى لك ضغمة في كرشك. فالوقيتة اللي كتعرف هاد الأسرار هادي كتولي ضغمة تتكفاك، كتولي ابتسامة ولدك تتغنيك، كتولي شروق الشمس شفتيه كأسعد المخلوقات، لأنك انت فاهم الأسرار. فدابا الوقيتة اللي حنا أصبحنا المرجعية الفكرية ديالنا كناخدوها من يوتيوب. يوتيوب اللي فيها واحد الكليب ديال واحد البرنامج في بلاد المشرق الذكية اللي ما عندها ذكاء، هذاك البرنامج مشهور مستضيف عالم اللي ما هوش عالم، تيقول ليه مقدم برنامج واش شفتي هاد الظاهرة ديال هادوك الصحراء اللي كيمشيو فوق الماء؟ قال ليه العالم اللي ما هوش عالم راه تساعدهم على ذلك شياطينهم. قال ليه وشنو كنصح الشباب؟ أن يبتعدوا عن رؤية تلك الكذا وكذا فإن شياطينهم قد تؤديهم. وأنا نكتب ليه كومونتير، قلت ليه ودي سير أخويا للسيت 3W Magic.com راه غتلقى طريقة باش كيمشيو فوق الماء. الله يرحم والديك ما تبهدلش لينا بالسمعة ديال العالم الإسلامي. إلا كنتي نتايا مكلخ حدف، الله يخليك حدف. أنا كنت في واحد البلاصة كتبيع الحوت وكناكل مع الدروش حبابي، ودايزة واحد المجموعة ديال السياح أوروبيين، وناض واحد السيد من الشواية واحد من الجهال مسكين ما عارف والو، وتيقول لهذوك السياح فوني مدام فوني مسيو شي لو بوتي ماروك. وسمعتها بنتابي ونط ومشيت لعندو، قلت لي الله يرحم باك بغيتي تكون بوتي ماروك نخرج الحدود المغربية وكون بوتي ماروك. داخل الحدود المغربية خويا حنا كبار، إلا انت باك امك مربوك شال العزة ولد عمي العزة راه ولدينا ماتوا على ودها. قلت لي تعاودها ولد عمي ندير لك واحد الحال عمرك ما شتيها. بتي ماروكا مزيان علاش؟ حيت هو عنده الاورا ولا شنو عندي؟ شنو عندي انا؟ ما تنساوش الحباب راه الريال المغربي راه كان فيه لومبير شريفيا، ترجموا كلمه امبير شريفيا، نتوما باقيين صغار ما تعقلوش عليها. وحنا راه كان عندنا هذا الصرف في يدينا مكتوب فيه بالفرنسيه في الريال المغربي في 10 دراهم مغربيه، راه البنك المغربي كاين وكاينه لا موني ناسيونال باقا تما في الارشيف ديال البنك المغربي، سيروا شوفوا شنو كان في الصك ديال الفلوس ديال المغرب شحال هادي. لومبير شريفي، اش كتعني لومبير شريفي؟ كتعني الامبراطوريه الشريفه العلويه، امبراطوريه. المغرب راه كان امبراطوريه وباقي امبراطوريه وغيرجع امبراطوريه بالفكر ديالو بهاد السده اللي حنايا دابا ياك شحال هذيك اللي كتحابوها فولكلور ياك البيعة وإمارة المورين كيف كيسحبها فولكلور؟ لا ماشي فولكلور. ياك دابا أي فرقة متشددة بغات تدير شي حاجة كيديروا أمير المؤمنين عندهم ياك ولا لا؟ ما لقاو حتى شي مرجعية لقاو غادي لقاو البلاصة خاوية لقاو عامرة. شتي كون كانت خاوية كانوا غيعنعنوا بها هما. ملي نادو خرجوا هذوك العصابات الجماعات الإرهابية في العالم أمير كذا أمير كذا، قالوا لهم الآخرين واش أخباركم راه المغاربة راه هادي قرون عندهم إمارة المورين. قال الآخر أه ماشي حنا الأولين. قال لي ماشي حنا الأولين. قال إيش كتقول؟ قال لي واش عشرة هما اللي مأمنين بها؟ قال لي لا المغرب كله. قال إيش كتقول؟ قال لي هي. قال لي مشينا فيها هما المرجعية. قال لي أه هما المرجعية. واش كتلاحظ العلم اش كيعطي ولا اش كيعطيش؟ إذا واحد ملي كيجي كيقول لك أبايع أمير المؤمنين راه سبقك ليها، وسبقك ليها بالسلسلة، ما سبقكش ليها بالتعنت ولا بالعنف، سبقك ليها بالسلسلة. ما معنى السلسلة؟ يعني جدود جدود بقينا طالعين توصلنا البيعة الصحابة تحت الشجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، راه من تما جاية البيعة.
راه قلت لكم الرمز ديالها هو هذيك المظله اللي كتشوفوا في البيعه هذاك راه الشجره يا ايديو بايع عينك وبغيتي تفهم العود هذاك تسحب ولا كفوق العود حيت عود راه شدوا سيدنا ابراهيم بالبراق بركه ولا نزيد ناخذ مكالمه اخرى معنا محمد الو 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 السلام عليكم سيدي السلام عليكم كي داير لاله من الدار البيضاء مرحبا سيدي مرحبا سي محمد مرحبا اخويا الله يبارك فيك خويا ما تديش عليا راه متوتر شويه مرحبا بك انا عندي مشكل مع المدام ديالي سيدي محمد شحال في عمرك 29 عام شنو العمل ديالك انا سائق طاكسي الله يرضيك واش من هذوك اللي كيعصبوا ولا اللي كيساعدوا لا كنساعدوا وكنتعصبوا حنا ما كتعصبوش انت واش العفارد يا العفارد العفارد يا العفارد يا خويا غادي في الدوره توقف لك في الدوره باش ينزل ولا باش يركب مرحبا شريف مرحبا سي محمد الله يبارك شنو الاشكاليه اللي عندك خويا مع زوجتك انا الاشكاليه اللي عندي بعض المرات كتطلب مني شي حوايج يمكن فوق استطاعتي وكتهتم بالمظهر ديالها اكثر من زعما من شحال في عمرها دابا تقريبا 24 سنه 24 عندكم شي وليدات كاين وليد شحال في عمرو؟ سنتين هاد الشيء امتى بدا؟ هل تزوجتوا ولا عاد بدا؟ اش غادي نقول لك حنا فاش يلاه تزوجنا جا الحمل جا الوحم جا البعد و كانت روينه وانا حاليا وصلت لواحد الحد اللي ما بقيتش كنستحملها يعني وبعض المرات كتطلب مني شي حوايج تولي قبيح خاصك دير خاصك تنهض خاص يعني شي حوايج اللي ما سيدي محمد هاد الزوجه ديالك واش عنوه قصد كدير هاد الشيء ولا هي ضحيه ديال واحد السلوك ورثوه ليها في المجتمع الجاهلي وهي ضحيه ديال هذا السلوك وما شعرش بانها ضحيه راه هي ضحيه وما شعرش بانها ضحيه بالعكس كتحس بانها راه قويه فين ساهمتي انت في استمرار الضحيه عندك واحد الدور فين ساهمت ما فهمتش دابا ملي كيجيب لك الله واحد بنت الناس بين يدك والمجتمع رباها بواحد الشكل ووالديها وجدودها وجيرانها وصحاباتها والانترنت دار التاثير ديالو في الهويه ديالها في الشخصيه ديالها وتدخل البيت راجلها ياك احنا العرب شلوح عندنا واحد الشخصيه الرجال كيخص المراه تكون في هذا الموضع بهذا الشكل تهضر بهذه اللغه عاد كيرضى عليها علاش دابا هما مشاو بزاف للدين وبداو تيطلبوا من عيالاتهم يتحجبوا ويكونوا بنات الدين راه ماشي فقط للدين حيت حبا في الدين راه حيت باش يجعل هذا الموقع فهذاك التموقع الفكري معاه وتعطيه الخطاب اللي هو باغي وتعطيه الجواب اللي هو باغي القدرات الفكريه مع طاحت ونقصات مشاو عطيوها واحد الاستعمال واحد الكتاب واحد الكود دو كوندويت واحد الطريقه باش تخدم موجوده في ديك الحفظيه دي. هي ظنا منها بان سوف تنال غتاخذ سمعنا وطعنا غتاخذ الرضا الاكبر سيد ربي كتفعلوا كينوضوا كيديروا الجاهليه باسم العلم هو المرأة من اللي تجي وتقول لك مولاي سيدي خديتك على سنة الله ورسوله أنا من يدك الهادي ليدك هادي قول لي لما نبان ولما ما نبانش قول لي اش ندير وشنو ما نديرش أنا نقول لك هرب من اللي تقول لك انت جلتي وانت راجل علمني هرب من اللي تقول لك وريني هرب نقصك دير قول ليها انتي كينعتك القرآن الكريم بالمحصنة بالألف واللام وربي أعطاك عقل بحال ديالي العقل ديال المرأة بحال العقل ديال الرجل بحال بحال طريقة باش كيخدم المعلومة اللي مختلفة أما هو بحال بحال ما عندهاش شي حاجة زايدة في عقلها وما عندهاش شي حاجة ناقصة في عقلها بحال بحال إذا أنتيا وصفك تعريفي في القرآن المحصنة في الخلقة بحالي بحال بحال غادي نحطو واحد الدستور يحكم عليك وعليا المؤمنون
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. عفا اختي شنو هي الولاية؟ الولاية أنك تتولى أمور حياتي اللي تتفهمي فيها أحسن مني، وأنا نتولى أمور. لاحظوا معايا الجملة في مشى النعت والمنعوت، ما مشاش الأشخاص، مشى الأمور. أنت تولى أمور تعنى بها حياتها وحياته. عند أهل البلادة تتولاه وتتولاها، داها وداها، وداتو وداتو، والخلا دار باباها ودارو. أما لك من أهل العريفين، شوف أختي الله يحبك، خديتني وخديتك على ما يرضي الله، تحصنيني ونحصنك، ما نخون عراضك ما تخوني عراضي. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. الحويجة بنت عمي اللي تنفهم راه غادي ندخل تقدم تخلي في اللور، حوايج اللي كتفهمي غنتقدمي تولى اللور. وامرهم شورى بينهم. اش كيبقى دابا؟ جاوا الدستور، شحال سهل عندنا الدستور. الدستور سهل ديال الزواج، ديال المعاشره وديال العيش. طيب راه سهل، اش كيبقى؟ ما دونه ادب واستئذان بالاشاره والقراءه. تقراه ويقراه وجهه زرق داخل من الخدمه مكرفس، وتقولي ليه واش غادي تمشي معايا هاد السبت الحد عند امي نتعشاو، والتصيد بنفسه ما كيطلعهاش، الناس ما كيطلعهاش، وتقول ليه اعطيني نكمل نبت القفطان راك نبت فيه، وهو راه خصو لي نبت فيه على الروح بعد روحه خارجه. اذا هاد العنف اللي كيتمارس من الناحيه العاطفيه على واحد الشخص كيرده هو غدا عنف لفظي. ملي هي كيمارس عليها العنف اللفظي كتمارس عليه هي عنف ثقافي. شنو هو العنف الثقافي؟ هي كتلبس واحد الجير مزيه وتخرج تتقدى. هما تسوى فعلا، وتا هو وصل لواحد المرحله هو عاوتاني غير رد عليها بالعنف الجسدي غيضربها. اذا باش ما نطيحوش في هذا التصعيد شنو خصنا نديرو؟ احنا في الموضوع اليوم خص يجي عندها يقول لها الشريفه الله يرحم باك راه خويك ضعيف، رحمي ضعفي الله يرحم والدي، ها شحال كنصور هاد القضية هالمسائل. علاش القرآن الكريم واحد الآية صريحة كتمشي لزوجات النبي؟ الله سبحانه وتعالى تيقول ليه قل لهم لزوجاتك إلا بغيتوا الحياة الدنيا نسرحكم، إلا بغيتوا تعيشوا الحياة الدنيا أجوا نسرحكم. لأن ديك الساعة قال لي خيرهم في الثلاثة، واش نتوما من صنف من يخدم الله؟ وأين تعرف خدمة الله؟ في خدمة عباده. وأول عبد اللي تيتخدم هو القريب. وحدة كتلقاها مقابلة لتامة ما مسخناش السيد حتى المسمن باش يفطر. من طاوية تحت جمعية قدا قداش. وما مخيطة تتريكول ولدها متقوب. واحد كتلقاه حزب يشمط فيه يفرق له راقي. ويمشي يخوت ويطلع ويدير، ومرته تتصين طاكسي والبرد ويعيط لها في التلفون واش جيتي ولا مازال، ما يمشيش يجيبها. من الشافور ديالك اللي ما خدمش العباد بلا ما يقلب يفهم شي حاجه. فهل الاولى ملي جات هذيك الايه كيقول الله سبحانه وتعالى النبي قول لهم لزوجاتك، حيت شحال وحده واخده الزواج باسبور باش تخرج من دار بوها اللي خالقها. اذا خصنا نمشيو نتعشاو في السهره ونبركو حدا واحد حاط قرعه، وواحد بارك مع صاحبه، والاخر بارك تيشوف لك في مرتك باش ترضى. يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون. عرفتي اش كتعني الكافرون ولا؟ الكارهون للحق. دوك تحبوا الكافر راه شي حاجه معنى عندها في العربيه. الكافر هو الكاره لحقيقه واضحه يكره الاعتراف بها. فدائما حنا كنقولوا لحبابنا حنا لسنا من اهل الفجور. فإلا بغيتي دير الموعده بهذا الشكل راه ما تخدملكش. دوما اللي كيديروا الدعاة في القنوات الفضائيه كيجي واحد الفقيه واحد العالم عطاو قناه تبقى يا ايها المؤمنون، لا ما خدامش هكاك. قولها مالو. الحكمة عندنا حنا في الموعظة. قل اعملوا بالعمل. قل جابني تختم نزيدك واحد شوية القراية
راكين مؤسسه التكوين المهني قريوها دي مرتك تقرا وملي تقرا تاخذ حرفه ولي خدمي بيها. ها المبادره الوطنيه كاينه. اجي اختي نديك المبادره انا شي فور تاكسي وانت يا عفاختي ديري شي حاجه وفي العشيه تدخل الدابه عيانه تدخل الدابه مدال اما دابا راه جمع عليه الجهد تخيل هو فراني زيد فراني زيد وهي جالسه وهي جالسه هي راه جالسه في هذاك سميتو حاتساب جالسه في حاتساب بيتيتيت لول 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 بيتيتيت وجامعه الو هندرا موسكا اشنو اش داروا فيلم تركي شنو داروا فيه الحرام الاخرى فرقات والله الكاله عندك اختي الحلقه الاخرى صيفطها هذه في حاتساب وهو السيد فراني زيد فراني زيد في العشيه تيدخل كاين هاد جمع الجهد واجي برك حدايا في غيبرك حداك هز اخويا مرتك تقرا شويه هز مرتك تخدم شويه هي تعيا واحد شويه ليه انت تعيا واحد شويه تلاقاو في العشيه تسالمو ضويمه تعانقو نعسو فيقو جريو وشوف غتولي جنة نعم ان شاء الله. مستمعينا كنشكركم على حسن المتابعه والاستماع للبرنامج بكل وضوح لكم تحيه وفاء فايز رفقتنا اليوم في الاخراج والبرمجه الموسيقيه ونتمنى لكم مساء سعيد برفقتنا على ميت راديو الاذاعه القريبه منكم. بكل وضوح برنامج التحليلات الاجتماعيه بشكل صريح مباشر ما كنستروش على المشاكل وعلى التحديات اللي كتعوق نجاح المغاربه والمغرب. مرحبا بكم بالاسئله ديالكم بالصراحه اللي تعودناها مع بعضياتنا على ميد راديو من 6 ل 8 من يوم الاثنين الى الخميس انتظرونا مرحبا بكم.